للمزيد من المتابعه والنقاش ينضم الينا عبر الهاتف من اسكس جنوب شرق انجلترا الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري باثولوجي في مستشفى اسكس. دكتور ضياء مساء الخير، مرحبا بك معنا. هل فعلا لا ادله على انه هذه السلاله الجديده من فيروس كورونا ليست اشد فتكا؟ هل ثمه ما لا يدفع للقلق كثيرا من هذا الامر؟ نعم، مساء الخير وشكرا للاستضافه، ومساء الخير مشاهديك الكرام. طبعا الكورونا فيروس هو نوع من الار ان اي فيروس. الار ان اي فيروس عاده بيحصل فيها طفرات يعني متعدده، مثلها مثل فيروسات البرد والانفلونزا، ولكن فيروسات البرد والانفلونزا الطفرات تبعتهم اكثر يعني متعدده اكثر من الكورونا. هي حتى الان هذه الطفره حدثت في اخر سبتمبر، ولكن اكتشفت في مدينه كنت، ولكن الان تنتشر بسرعه جديده، سرعه كثيره جدا في جنوب شرق بريطانيا في اسكس ولندن. واعتقد الطفره حدثت في السبايك بروتين، البروتين النتوئي على سطح الفيروس، هذه جعلته اكثر انتشارا. السبايك بروتين هو مفتاح الذي يجعل الفيروس يخش الى الخليه، مفتاح غشاء الخليه لكي يدخل الفيروس، فجعلته اكثر التصاقا بجسم الانسان واكثر انه يعني يصاب اعداد كبيره بنحو 70% من الكورونا فيروس. ولكن لا، حتى الان لا يوجد دلالات على ان يكون اكثر شده، لا يوجد دلالات اطلاقا على يكون الفيروس اكثر شده او اكثر حده على المتاثرين فيه. يصيب يعني الشباب وال على نفس مستوى الكبار. النوع الاول من الفيروس كان يصيب اكثر عن كبار السن، هذا الفيروس يصيب الشباب وكبار السن، ولكن ولا يؤثر. طبعا المطمئن حتى الان ان هو اللقاحات معظمها كانت تعمل على استهداف سبايك بروتين، ولكن هذا النوع من الطفرات لا يؤثر في اللقاحات. والسبب ان اللقاحات معموله على عده اماكن في البروتين، هذا مكان واحد، حصل طفره في مكان واحد فقط في السبايك بروتين، ولكن اللقاحات لحسن الحظ هي كانت مهيئه على عده اماكن، 150 مكان في البروتين نفسه. في تداعيات ذلك يا دكتور ضياء، الحكومه البريطانيه مضت لفرض اجراءات اكثر شده في لندن، ومضت كذلك لالغاء الاجراءات التي كانت منتظره خلال اعياد الميلاد. هل يدفع ذلك لانه ربما تقدير الحكومه حتى قبل ايام قليله لم يكن في محله؟ نعم، في كلام ان هم لو كانوا اغلقوا المدارس اسبوع او اسبوعين فتره ماضيه ممكن الفيروس ما كانش انتشر الان، وخاصه ان حمله التطعيم الفيروس بدات بالفعل في كبار السن في اماكن متعدده. في كلام يقول مثلا لو اغلقوا المدارس من اسبوعين كان ممكن الفيروس، هل هو الفيروس اكثر انتشارا في المدارس والجامعات؟ وهذا فعلا يعني ما كان واضح في الدليل العلمي ان هو يصيب الشباب واكثر من الفيروس الاول، وذلك اكثر انتشارا. نعم. نسبه الاصابه اللي هي معتاده من حوالي اسبوعين كانت 1.1 اللي هي الار فاليو، او اقل من واحد. الان نسبه الاصابه في اماكن شرق جنوب شرق بريطانيا 1.6 اللي هي الار فاليو 1.6، ان هو الفيروس استطاع ان هو يزود عدد حالات بحوالي 50-70% بالساعه. صحيح. وهذا ما سمعناه اليوم في المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة، لكن سنكتفي معك بهذا القدر دكتور ضياء. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اسكس جنوب شرق انجلترا الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري باثولوجي في مستشفى اسكس. شكرا جزيلا لك.